مساء الخير لكل اللي صاروا معنا عبر ال تي في بلقاء خاص. اليوم رح يجمعنا مع الفن، الابداع والموسيقى، مع حدا رسم بموسيقته ذاكرة السوريين، فما بنقدر اليوم ما نسمع احلام كبيرة، اهل الغرام وغيرها من الشعارات، وما نلتفت ونتذكر الحنية والدفى والحب يلي رافق هاي الاعمال. ضيفنا اليوم مهندس النغمة الاستاذ طاهر معملي، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، شكرا للمقدمة الحلوة. نورتنا مهندس النغمة هي جديدة. استاذ طاهر نورتنا اليوم بال تي في. ذكرنا عدد من الاعمال، ولسه في كثير اعمال غيرها مثل خلف القضبان وضيعه ضايعه وبقع الضوء وغيرهم. شو السر يلي خلى هي الاعمال لهلا بذاكره الجمهور، ولهلا كل ما بيتذكروها بيلتفتوا او بيرجعوا لذاكره قديمه؟ سر الاعمال انه كانت اول شيء اعمال ناجحه، يعني العالم حبتها، حبيت تتابع المسلسل وحبيت القصة وحبيت التمثيل والإخراج وإلى آخره، وبالتالي أحد تلك العناصر هي الموسيقى، فالشارع هي تنبيه للعمل. ومثل ما بتعرفي معظم الأعمال اللي حياة شكلت فرق بالدراما السورية وتركت أثر كبير بالذاكرة هي الأعمال اللي تقدمت قبل الحرب. منقول هيك مشان إذا اتسع شوي معنا الوقت نقول إنه بالحرب وما بعد الحرب شو قادرين نعمل إن كان بالموسيقى أو بالدراما. فمبدئياً تلك الأعمال حقيقةً قدرت تأخذ حيز كبير بالشارع العربي، وتخيل حبوا الناس الموسيقى والأغاني والشارات، ونعرفوا نجومنا من خلال شاشتنا المحلية لنقدر نطلع على الوطن العربي. يعني اليوم نجاح الموسيقى التصويرية مرهون بنجاح العمل، يعني قد ما بينجح العمل قد ما بتنجح الموسيقى. كل مو بس الموسيقى التصويرية، كل عناصر العمل الفني. تمثيل رائع، بس إذا النص والإخراج مو ظابطين، إضاءة مو ظابطة، المكياج مو ظابط، أكيد العمل بيسقط أو بيكون عليه مآخذ. إن كان من حيث الناقد الأهم وهو اليوم الجمهور اللي هو صار أهم ناقد، وإن كان من حيث أنه حقيقة كثير عالم مثلا بتقلي نحن سمعنا الموسيقى بس ما قدرنا نتابع العمل، أو في عالم بتتابع الممثل الفلاني اللي بتحبه بس بغض النظر عن العمل ككل. يعني ومثل ما بتعرفي العمل الفني هو عمل جماعي يعني بالنسبة للدراما. طيب قبل كنتوا تختاروا الأعمال، يعني مثلا يمكن يعرض عليك ثلاث أعمال أنت اخترت من بيناتهم، بقع الضوء، فصول، أربع أحلام كبيرة. اليوم اختلف، اليوم بينعرض عليك أقل أعمال؟ لا هلا الصراحة ما كنت أختار، ما بحياتي أنا كنت أختار الأعمال أنا، لأنه في كانت سوية من الأعمال اللي عم تتقدم، فأنا كنت راهن على حماس المشاريع اللي عم نقدمها، لأنه كل واحد فينا كان صاحب مشروع إن كان من الموسيقي أو الكاتب أو المخرج. بالمقابل كنا نقدم مادة دسيمة حقيقة حتى بالأعمال الخفيفة، ولكن إسقاط العمل وأهميته كقيمة فنية ما بحياتنا قدمنا عمل سطحي خليني أقول مجازا. فلا الأعمال اللي كان يتقدم أعمال كم كبير حقيقة، الأعمال اللي غير على سوية مهمة أنا كنت طبعاً أعتذر عنها، أو يمكن كانوا هنن يعتذروا مني، لأنه اليوم العمل الفني كمان بده تجربة، بده شغل، بده بحث، وهذا كان بكل الأوقات حتى بكل تاريخ العصور. يعني في شيء أعمال خفيفة ما كانت موضع اهتمام بالنسبة لي ولا لأي صاحب مشروع، يعني إذا عم نحكي عبر التاريخ. وفي اعمال مهمه كانت بغض النظر عن الموضوع عم بحكي، فهي بالاخير لا بالعكس بغار اذا انعطى العمل لحدا ثاني، يعني مو بس هيك. وبالمقابل مثل ما قلت لك انه كان في كم من الاعمال المهمه والجيده والممتازه. اليوم اذا عم نحكي اليوم، لا اليوم اكيد انا ما بطلع بختار كمان، لانه كمان اليوم العدد اصلا الكم والنوع نزل لما دون الربع. طيب لما كنت عم تشتغل هدول الأعمال سابقا، أنا بدي دل شوي بس بالذاكرة، كنت متوقع أنه هنن حيعيشوا كل هالوقت؟ هلا دايما أنا عاير كذا مرة، يعني أنه نحن بالأخير كلياتنا كنا عم نجرب، يعني ما حدا بيتوقع، ما حدا بيقدر بيراهن على هاي القصة.
اما يعيشوا زمان اصلا بيقولوا انه ذاكره التلفزيون هي قصيره يعني. تمام. فكتر خير الله انه لسه في اعمال عم تنعاد من ناحيه وفي اعمال لسه عن ذاكره المتلقي حتى كملفات موسيقيه. يعني اليوم تخيل يعني ما بعرف بتعيش اغنيه مثل ضيعه ضايعه او مثل بقع الضوء او مثل التغريبه الفلسطينيه على سبيل المثال يعني انا كنت مراهن عليها. لا مو بس انا اذا بدك حتى القائمين على العمل كانوا ما مراهنين انه رح تنجح. يعني عم بحكي القائمين على العمل من حيث الاخراج او الانتاج او المشروع منتج فني او الى اخره. معظم الاعمال اللي اليوم هي موجوده بذاكره الشارع السوري والشارع العربي معظمها عم بقول زمان كلها هي كانت مرفوضه من قبل المخرج او المنتج او اثنين مع بعض. فكان التحدي لا هذا عم جرب اني جاوبك بقى انه التحدي انه لا الرهان على قدين احنا عاطين هذا العمل من جهد وقيمه فنيه وبنفس الوقت الاعمال اللي بتضل عند المتلقي هي اعمال حقيقه ما هي سهل الممتنع ولكن ما انا سطحي لانه اليوم حتى انا فيني اعمل طقطوقه حلوه ويحبوها فورا العالم بس صدقيني بتموت بعد بنفس السرعه اللي بيحبوهم فيها العالم. بمعنى انه كمان العمل اذا كان بياخذ وقته ليحبوه العالم راح ياخذ وقته ليضل عندهم. كثير في اعمال حبيناها وصرنا نغنيها لانه سمعناها 3-4 مرات من خلال الاذاعه والتلفزيون وبعدين نسيناها ونسيها التاريخ. هلا ما عم بقول انه نحن فتنا التاريخ بس بتمنى انه الاعمال اللي اخذت كل الجهد والتعب وحقيقه هون كمان بوجه تحيه لكل الناس اللي شاركت معي بهذا المشروع لانه بالاخير عملي هو عمل جماعي ما هو ون مان شو. كان ياخذ معنا جهد وتعب كثير كبير لنقدر نوصل هالثلاث دقائق اذا عم نحكي بس على الشارع. الثلاث دقائق اللي كنا نوصلها للمتلقي كانت تاخذ معنا تعب وجهد ضخم جدا. هذا اللي صار بضيعه ضايعه يعني حتى المنتج والمخرج كانوا ما هم متوقعين هذا النجاح وانت يعني الشاره بدك تسمعها اكثر من مره لتعلق بذاكرتك. يعني بيقول لك شو جاب علي الديك لطاهر ماملي يعني شو جمعه؟ هلا علي الديك مع احترامنا له لاسمه الكبير وطاهر ماملي لا اسمه الصغير لا بالعكس كلياتنا نحن جينا على العمل لانه بالاخير نحن ما جاب طاهر لعلي ولا مصطفى لمحمد ولا نحن عم نحكي في عمل درامي بفرض شرطه الفني وبالتالي الظرف المناخ كان مناسب جدا لخامه صوت تعطيك ايحاء بالمكان بالطبيعه حتى اذا بدك المفرده اللهجه اللي كانوا عم يحكوا فيها الشباب. فأنا بتخيل لا هي العلاقة بالعمل هو بيفرض مين بيغني ومين مناسب وشو نوع الموسيقى وأسلوبيتها. طب حضرتك كنت عم تقول العمل الجماعي اليوم معناها أنت كموسيقى كمان تأثرت مثل الدراما بالمنتج بالمخرج لأنه أنتوا بتتفقوا مع بعض يعني أنت ما بتشتغل لحالك بعيدا عنهم. يعني ما دائما بنتفق الصراحة يعني نحن أوقات نتقاتل ومعظم الأوقات نتقاتل لأنه كمان بيضل الفنان عنده طموح وبيضل الفنان عنده من النرجسيه والانانيه انه يقدم كل عبقريته اذا كان هذا مشروعه يعني بهالثلاث دقائق. وبنفس الوقت بيكون في رؤيه للمخرج وهي محقه بالاخير هو قائد المركب يعني وفي تدخل اجباري لصاحب راس المال وخصوصا اذا كان ما بيفهم وعامل حاله بيفهم فهي كمان كثير وخصوصا مؤخرا يعني اصبحت منتشره انه راس المال يتدخل عن جهل. هلا شو يعني اذا مو عن جهل؟ يعني بيكون عندك منتج فني هذا المنتج الفني لم يعد موجودا حقيقه وهي مشكله حقيقيه عند صناع دراما بيعرفوا الشيء اللي عم بحكي عنه انه اليوم صرنا نفتقر الى المنتج الفني اللي هو صاحب راس مال ولكن عم ينتج ولكن ما عم ينتج لا تبييض اموال ولا عم ينتج لحتى يشوف حاله قدام مرته واولاده ورفقاته الصبايا. هو عم ينتج لانه هو عنده مشروع فاسمه منتج فني لانه بيعرف بالتفاصيل فهذا بالعكس بيريحك بيريح المخرج بيريح الكاتب. عم بيستثمر بالثقافه مو عم بيستثمر لغايات اخرى.
هلا الاتفاق بالاخير لابد منه لانه بده تطلع الشارع. قد ايه انا بتنازل، قد ايه بتنازل المخرج، قد ايش بيسمعني، قد ايش اثنيناتنا بنسمع له للمنتج، لانه بالاخير اذا ما روق ما بنروق. طيب اليوم عم ترفض اعمال لانه ما عجبك تفكير المنتج او تفكير المخرج، ولا بتقول لا هذا شغلي انا بالنهايه؟ هيك انفرزت القصص يعني بعد هال كم من الاعمال اللي كان ذكرتيها وان كان على مدى الزمني، فصار اليوم لما بده يجي اي مخرج او اي حتى منتج بده يقول انه بدنا طاهر معملي ولا بدنا اكس من الناس، فهو بحاطط بباله انه هذا الزلمه شو بيعمل وكيف بيعمل. فالحقيقه لا، انا ما برفض اعمال مهمه، بالعكس انا بدور عليها لانه في ندره الاعمال المهمه اللي عم تتقدم وعم تنتج مؤخرا خصوصا في ظل الحرب. يعني صرتي انت بتدوري على العمل اللي ممكن تسمع العالم الموسيقى من خلاله، لانه صرنا بننتج يمكن بالعشر سنوات انتجنا كذا عمل، ولكن ما بقي بالذاكره يكاد على اصابع اليد الواحده. طب بتتفق مع الناس بالاشياء اللي بحبوها منك؟ يعني الشارات اللي علقانه بذاكرتهم هي نفسها اللي طاهر معملي اليوم بيحبها وبيرجع لها؟ خليني ارجع عيد سؤالك بسيارتي. انا بالعكس انا بشوف انه بيسرني جدا انه الناس تتفق انا شو بعمل. يعني لما طرحنا مثلا على سبيل المثال بقضوا، كان طرح جديد وجريء ومخالف لكل المعايير اذا بدك، ان كان من حيث الشرقي او الغربي اللي فيه او المغنين، كان حمام خيري نجم الطرب ولا ديما قرشو نجمة كل شيء. فالخلطة العجيبة اللي صارت ببقع الضوء حقيقة هي أكبر مثال على أنه لا، العالم إذا أنت عم تجربي وعم تجتهدي بتساعدك أنك أنت تصلي للعالم ويحبوها. بتخيل حبوها لبقع الضوء؟ لا أكيد إن حابينها، بس سؤالي أنت كنت عم تحكي عن ديما وكمان الفنانة ليندا بيطار، كتير فنانين هن غنوا شعرات طاهر معملي أو عرفوا من خلال شعراتك، تعتبر اليوم أنه أنت أطلقت مغنين على الساحة السورية أو عرفت الناس عليهم؟ الأول شيء أنا ما كنت عم بحكي عن ليندا بيطار، عم بحكي عن ديما أورشو. تماماً، ليندا بيطار إذا بدنا نحكي عنها بدنا حلقات. ليندا بيطار تمثل خط غنائي حقيقة استثنائي. ليش؟ لأنه اعتمدت على حالها في صناعة نفسها بالوقت اللي نحن نفتقر فيه، وهذا منعيده ومنضل منعيده ورح ضل عيده للإنتاج الفني. نفتقر فيه لمؤسسة للإنتاج الغناء والموسيقى، لانه اصحاب القرار او المعنيين او حتى التجار اذا بدك لحد هلا ما شايفين انه القصه مهمه، مع انه انا بشوفها اهم شيء يعني. وانت بتعرفي وحتى الساده اللي عم يحضرونا بيعرفوا قديش تاثير الاغنيه ان كان على اولادنا ولا علينا ولا حتى على كل الاجيال، وبالتالي اليوم الاغنيه هي وثيقه. وحتى اذا نحن بدنا نعتمدها كانعكاس ومرآة للشارع، إذا بنقول الفن هو مرآة الشارع، فنحن أول شيء نحن بنسمع الأغنية ونحن أصحاب ميلودي. يعني اليوم الشارع العربي إذا بدك نحن بنلقط ميلودي، ما بنسمع هارموني أصلا يعني، وهي أول مشكلة تانية بدها غير حلقة ليندا. فأنا بحكي برجع لليندا وبتشكرك على السؤال لحتى أقول نموذج ليندا هو نموذج كتير صعب وقاسي. يعني انت عم تطلبي من اي حدا درس وتعب انه يا بدك تروح للاغاني الهابطه، يا بدك تروح للملاهي الليليه، يا ما بتحترم نفسك تقعد تشتغل انت وتنحت بالحجر وبالصخر اذا بدك لحتى تقدر تعمل هالمسيره الفنيه اللي لا حدا عم يدعمك فيها ولا حدا بده يستثمر فيها، مع انه هي استثمار كبير جدا. ونحن بنعرف حتى اذا بدك من مغنين طرب بحلب ولا المغنين الموجودين بمدينتي مدينة حلب، لو كان تسلطت عليهم روتانا على سبيل المثال كانت طلعت 20,000 نجم بالساعة. صحيح. اليوم ليندا، خلينا نرجع لليندا. ليندا فيك تعتبر، هلا ما بدي اقول هاي الكلمه بجوز تنزعج او شيء، انه مكتشفه طاهر معملي؟ لا ليكي، ما حدا بيكتشف حدا. انا او ضوى عليها؟ لا، انا بالاخير ماني كمان مؤسسه لاكتشاف المواهب. انا اليوم هلا عندي حفله، لما بنقول عم اقدم فيها اصوات جديده
ويمكن خريجين معهد او حتى طلاب، انا عم ساعدهم انه يعرفون العالم، بس انا كمان عم ساعد نفسي باقامات. يعني انا اول شيء لو ما يكون هالصوت الجميل انا عم استخدمه ليغني شارع مثلا، هو اول شيء عم يقدم لي خدمه لي، يعني مو انا عم بخدمه. اثنين، انه مثل ما قلت لك انه ما فينا نقول، انا ما فيني بهذا الموضوع بالذات ما في حدا بيكتشف حدا. هي مو انه والله بتغش القصة، ما في غش بهالموضوع. اللي بيغني حلو، اللي صوته حلو، وين ما غنى العالم بتروح لعنده، لانه في عنده عنصر الله وهبه اياه اللي هو هالحنجرة هاي. كيف اذا حدا تعب عليها وصقلها بالعلم وبالتدريب وبالجهد، فاكيد انا بعود انا يعني مدين لهم انه هنين عم بيغنوا. ولكن بالمقلب الاخر اذا بتجي على حدا مثل عامر خياط غنى التغريبه الفلسطينيه، فعرفوه بقيه الموسيقيين وصاروا يجيبوه. ولحد هلا اذا بدك للاسف نرجع للجذر المشكله، انه ما عندنا ماركتينج، لانه ما عندنا مؤسسات، وهذا الحق للغنائي الموسيقي بالنسبه لنا صفر بسوريا للاسف. ليش عندنا بالدراما ما عندنا بالغناء؟ لانه عندنا مؤسسه للانتاج الدرامي، كان خاصة أو عامة؟ إيه، بس هذا حتى لو العامة هي كافية بالنسبة لل. لا ما كانت كافية، كان في عنا مؤسسة وما طلعت الدراما وما نهضت وما وصلت، وصار في شركات إنتاج خاصة، صار في، صرنا نقول إنه صار في منافسة على مستوى الوطن العربي. يعني دولة مثل مصر عندها عراقة بالدراما، نحن عم ننافسها، كنا بالأعمال التاريخية وإذا بدك سبقناها من خلال القطاع الخاص. ولكن أنا بقول القطاع العام اللي هو على الأقل يحمي الهوية والثروة الوطنية اللي موجودة عنده، لأنه أي حدا مغني اليوم صوته حلو هو ثروة. تمام. أنا لو صوتي حلو يعني كنت استثمرت حالي. هلأ كنا عم نحكي عن مشاركة، أنت مثل ما قلت أنه أنت بتجيب هاي الخامة اللي يمكن الناس ما كانت بتعرفها. هلأ أنت قلنا بالشارات عربيا أنه عم نجيب الشخص المعروف لنسوق على اسمه العمل، هذا بسبب الضعف العمل ولا لا هي نوع من انواع التسويق؟ وهذا الشيء اثر على السوريين المغنين السوريين. انت قلتي عم يجيبوا، ما بعرف مين هن اللي عم يجيبوا كشركات انتاج، المفروض شركات انتاج، معناته عم نحكي ربح وخساره. معناته انا بروح بجيب نجم لسوق للعمل، بغض نظر هذا النجم اذا مناسب او لا. بالسابق نحن كثير انا تعاملت مع نجوم على مستوى سوريا والوطن العربي بكذا شارع، بس كان النجم عم يغني ما يخدم العمل الدرامي. أما اليوم لما نحن بنروح لعند النجم ليخدم لنا المسلسل بالترويج، فنحن رايحين على أغنية من ألبوماته، وبالتالي لا رح يفيدنا دراميا. وأنا واثق أنه المخرج ما له رأي بالقصة، لأنه أي أغنية من أغاني بتزبط لأي مسلسل. أصلا موضوع الأغنية ما له علاقة بموضوع المسلسل، وهذا عكس مقومات الشارع اللي كنا عم نشتغل عليه من ناحية. من ناحية تانية بالملف الموسيقي بالشارات كنا طول الوقت حريصين انه ما نروح للقالب التجاري، بمعنى انه نستسهل، لانه انت ترويج العمل لحاله هو النجم، هو المشروع. انا ما محتاج لحتى بعمل سيمفونية وبعمل اوبرا وعملت اوبرا ضمن مسلسل. هذا الحكي انا اذا بدي اعمله برات المسلسل، برات الترويج الدرامي، بدي مؤسسات قويه جدا ومحطات لتروج لي وتسوق لي. بالوقت مثل ما قلت لك انا جربت، على سبيل المثال كنا عم نحكي على بقعة الضوء، هاي التجربه انا اذا بكون مما بدك على مستوى الوطن العربي وطرحها للسوق ما حدا راح يقبلها، لانه ما حدا راح يسوق لها. بس نحن ما بنقدر ننسى انه كمان بقعة الضوء بحد ذاته كمسلسل كان عمل مهم وعمل وترك الحقيقة فارق كبير بالكوميديا، مع انه هي ما كوميديا. هذا اللي بيخليهم يرجعوا، يعني انت مثل ما قلت انا مرتبطه بالعمل، بيرجع الموسيقى لذاكره الناس. لا انا مشان تحديدا يعني اكون عم جاوبك صح واقدر اوصل الفكره، انه انا ماني ضد استقطاب النجوم ليغنوا، وما حدا بيزاحم حدا. يعني بالاخير انت قلتي لي انه يزعلوا المغنيين اللي عندنا، لا نحن منقدم أصوات تنافس أصوات النجوم الصف الأول ولو كانت مغمورة أو ما معروفة. ولكن بالأول وبالأخير نحن في قالب موسيقي عم نشتغل عليه، هذا بده يخدم العمل الدرامي.
إن كان عم يغني إكس من الناس أو النجم الأول اللي صارت كمان معنا بكذا عمل، إنه جبنا الصوت المناسب للعمل المناسب. طب أستاذ طاهر، حكيت عن الفرق بين الموسيقى سابقاً وحالياً، اليوم عم بتعاني حضرتك من فكرة الموسيقيين اللي سافروا والمغنين اللي سافروا، عم تلاقي صعوبة بأنك والدراميين اللي سافروا عم تلاقي صعوبة بأنك تجيب ناس تناسب شغلك أو تناسب الشيء المشروع اللي أنت عم تقدمه؟ مشان ما نرجع نحكي بشماعة الحرب والحرب والحرب، وهذا الحكي أنا شوي صرت تحسس منه، لأنه صار كل أخطائنا نزلت على شماعة الحرب، بس هو واقع بالأخير. يعني أنا عندي أصلاً الدراما، هجرة الدراميين أثرت بشكل كتير كبير على الدراما، يعني صناع الدراما الحقيقيين والإنتاج الدرامي والأعمال اللي كانت تتسوق للوطن العربي غصب عن المحطات اللي كانت تستهويها الفكر اللي كنا عم نطرحه أو لا، كنا نقدم أفكار ومواضيع بتخيل غصب عن المحطات تأخذها لأهميتها الفنية، هذا لم يعد موجود من ناحية. ناحية الموسيقيين طبعاً اليوم أنا موسيقي أو مغني عم يدرس كونسيرفتوار ويتعب على حاله، وبالأخير ما عنده فرصة بعد ما يتخرج ليشتغل، والفرص كتير محدودة، وإذا كان كتير محظوظ وهو قادر يشتغل فهو عم يشتغل بملاليم أمام المغريات اللي عم تنفتح برا. ونحن بالمقابل منحاول يعني قد ما فينا أنه نطفشه لهذا العنصر الغير مفضل وجوده عنا، ما بعرف ليش. طب اليوم في حفلة قريبا، تعذبت وانت عم تدور على موسيقيين ومغنيين؟ انا تعذبت، بدي اعذبكم انتوا، لما ما بكون في موسيقيين بدي اضطر اني طلع موسيقيين نص نص او ما اعمل حفله. اللي بدي يدفع الثمن هو انتوا مو نحن. انا اذا ما عندي موسيقي ما بقدر اعمل حفله. لا زال نحن على قولة من يقول مكملين بالبقيو، وعلى قولة اللي بيقولوا كمان سوريا ولادي عم بيطلع. معني أنا ضد هذا المصطلح، يعني إنه سوريا ولادي على عيني وراسي، ولكن أولاد الحقيقيين اللي هن تعبنا عليهم وسويناهم وأصبحوا جاهزين للاستثمار، هدول اللي إحنا بنحكي فيهم واللي برا منتمنى إنهم يرجعوا لحتى نرجع نشتغل معهم. مو نقول إنه ما عاد فرقاني معي أنا، يلا اللي بيروح يروح، أنا سوريا ولادي ومنطلع. أي طيب ناطرين ليطلع ألف جيل بقى. أنا بالناس الموجودين عم أتعذب أكيد. كل حفلة عم أقدمها عم بخسر فيها أكثر من نص الموسيقيين اللي كانوا قبل، يعني تقريباً نحن عم نفقد كل العازفين. رح يجي يوم أنه أنا ما أقدر أطلع غير أنا وثلاث آلات. هذا عذاب، ما بعرف إذا عذاب، هذا أنا برأيي قهر وظلم لهالمكان ولهالبلد اللي نحن قدرنا بوقتنا وقت أنه ندافع عن الحجر ونعمل شعارات. هلا يعني بدنا ندافع شوي عن البشر. واذا قالوا لك اليوم انه اصلا انت ليش بقيت، ليش ما رحت مع اللي والله كثير قالوا لي، كثير حكينا فيها بقى، مشان ما نرجع نعيد الحكي اللي حكيناه بكل وسائل الاعلام المرئيه والاذاعيه، ليش انا بقيت ما بعرف ليش بقيت، يعني ليش اللي راح تعب من هون. يعني هلا انا كمان قدرات للبشر، انا ماني عم طالب الناس تصير أنبياء لحتى تقدر تقعد هون وما تشتغل، وإذا بتشتغل تتحمل إهانة الحياة، لأنه ما عادت الحياة فقط عايش، أنه اعتبرت المقاومة للكرامة. هلأ صرنا عم نعمل يعني أنت مشان ما نفوت بالسيرة اللي سيرة 24 ساعة، لأنه حتى ونحن نامين بنفكر فيها تبع الغاز والبنزين والكهرباء ونرجع لشماعة الحرب. لا خلينا نحكي فن لأجل الفن إذا بدي. بقول إنه إيه أنا ضليت، يمكن كان عندي ظرف، خليني أقول مشان نبرر للي تركوا وعندهم ظرف إنه ما تركوا بسبب تركوا نتيجة ظرف، مع إني كمان حكينا قبل هالمرة إنه عندي القدرة وعندي الإمكانية إني أسافر. ضليت لأنه عندي كمان اعتبارات شخصية الحقيقة، وإلها علاقة بشيء بمعتقداتي، يعني أنا ما بقدر بفرضها على الآخرين. اللي بقدر طالب فيه من الآخرين إنه نهيئ مناخ، آخرين أصحاب القرار مقصود، نهيئ مناخ مناسب وقابل لعيش أي فنان إن كان موجود، مشان ما يطفش
أو إن كان برا مشان يرجع، لأنه صدقيني أهم نجوم الوطن العربي السوريين أو الموجودين هون ولا اللي برا، أكيد هن بالأخير ما صاروا نجوم لولا ما طلعوا من بلدهم. وأنا أؤمن بهذه النظرية، إنه أنا ما خد جائزة مع رجال القاهرة لما عم بستعرض، بس لقلك إنه عرفوني العالم من خلال وجودي بهالبلد. وبالتالي أنا اليوم لما بقول نجم عالمي وصل لهوليوود، بس هو بالأخير طلع من هذا المكان ولاه انتماءه إلى هذا المكان وهو موجود في هذا المكان، على الأقل ما طفشه أنا. طيب أستاذ طاهر، هلأ بآخر فترة عم يقولوا كتير تعافت الدراما السورية، عم ترجع لألقة مثل ما كانت اليوم. مين أنت هيك عم بيقول؟ يعني أفضل. بالعموم بالوسط الفني إنه لا الحمد لله ما دام هاي السنة طلع في عنا ثلاث أعمال منيحة، معناته نحن أمورنا أمورنا منيحة. برأيك أنت عم تتعافى الدراما السورية ولا ثلاث أعمال منيحة غير كافية لأقول إنه الأعمال عم تتعافى؟ نحن كنا نقدم كل موسم 60 عمل، 50 منهم منيحة و20 منهم توب لازلنا عم نعيدهم، وبيطلع كمان كان أعمال رديئة أو نص نص بيسقطوا، بس هدول كان نسبتهم قليلة. اليوم إذا عنا عمل ولا عملين العالم تابعوهم، فما بقدر أقول أنا تعافيت دراما من خلال مسلسل. وإذا كان نحن عم نقصد الأعمال اللي تقدمت من الموسم الماضي، فهي إنتاج غير محلي، إنتاج سوري ولكن غير محلي. ما فيني كتير أنا أقعد طنطن بقصة وشيلها على كتافي وهي مولي. في رأس مال خارجي لحتى طلع هذه الأعمال، وهذا الرأس مال إن كان هلأ ما عم نحاكم نحن وطني وشريف، لازم ندرسه ونقول كيف نحن فعلا نرجع إذا بدنا ننهض بالدراما نمشي على خطى الناس اللي حابة تستثمر في الثقافة والدراما حصرية. كونها موضوعنا تكونك حكيت عن الانتاج الخارجي، انت كمان اشتغلت باعمال عربيه كموسيقى تصويريه، الاشهر هي العصوف يلي هو كمان كان من اخراج الاستاذ مثنى الصبح. بيفرق معك لما تكون عم تشتغل لعمل عربي عن العمل السوري؟ من وجهه تحيه للاستاذ مثنى. اكيد من وجهه تحيه. بيفرق معي ماديا طبعا لانه اكيد نحن ما زلنا وكنا عم نحكي من بمطبخنا الداخلي يعني انه لازلنا نتقاضى اجور، وأجور التعرفة اللي حاطينها عنا بالمؤسسة هي من ما قبل الحرب، والتضخم اللي صار يعني الغير منطقي أصلاً غير قابل حتى للذكر، ما قربوا عليه بالتعرفة. وبالتالي أول شغلة أنت لما تكون عم تشتغلي عمل إنتاج خارج البلد بتكوني أنت على الأقل عم تاخدي حقك المادي. نجي على الحق المعنوي، لما تكوني انت عم تشتغلي مع مخرج اثبت للوطن العربي قيمته الفنيه، فهن اختاروك لتكوني انت عم تشتغلي شريكه في هذا العمل ان كان بالعاصوف او بغير اعمال، فانت بتكوني كمان على قد المسؤوليه. لانه اليوم بنعرف نحن ان كان بمصر ولا بلبنان ولا كل المنطقه في موجود موسيقيين وموجود مخرجين، لما بدي اختاروا طاهر مأملي من بين كل العالم فبده يكون في مسؤولية على طاهر مأملي أكبر من إنه إذا كان المؤسسة دعته لمسلسل ما حدا رح يعرضه وما حدا رح يحضره. اليوم الأستاذ طاهر مأملي هو الأكثر أثراً بذاكرة السوريين من بين كل اللي يشتغلوا موسيقى تصويرية؟ لا؟ لا أكيد مو صحيح. طب اليوم لما بنقول طبعاً نوجه تحية للكل، أستاذ سعد الحسيني، رضوان نصري، إياد ريماوي، مين أنت بتستنى أو إذا عم يعمل شيء بتتابع اللي عم يعمله؟ هلأ بحكم شغلي أنا مفروض تابع كل الناس اللي عم تشتغل، حتى غير هاي الأسماء اللي عم ذكرتيهم. في خريجين جداد من المعهد قدموا، في أسماء جديدة غير خريجة قدمت، في عالم ما بتعرف بالموسيقى ولا العلاقة بالموسيقى كمان قدمت أعمال، فأنا بتابع كل شيء لحتى كمان نشوف هاي الخريطة اللي نحن جزء منها وين موقعنا. وبرجع بتابع أول الناس قبل ما تابع الآخرين، تابع حالي يعني إذا بدك، من باب أني أنا أعمل إعادة تقييم للشيء اللي عم منتجه. العمل المحترم ما أنه محتاج لشهادة مني ولا من أي أحد. الشارع اليوم لما مثل ما قلت لك ببداية الحلقة إنه الجمهور صار هو أهم ناقد، اليوم بيعرف مين عم يشتغل بشكل محترم، مين عم يحترم المتلقي، وبيقدر يميز حتى لو عم يتابع
انه هذا الزلمه لا بيحترمني كمتلقي لا بالطرح عن بصريا ولا عن طريق السمع. حكيت بداية قلت انه انت ابن حلب وكل الناس بتعرف اصلا انه انت ابن حلب، اليوم راضي عن ما يقدم لدعم القدود والتراث الحلبي اذا فينا نقول دعم القدود يعني لحتى نحافظ عليها قدر الامكان؟ مفهوم. هلا نحن بدنا ندعم بالاول كل الشق الغنائي يعني قدود وغير القدود. نحن عندنا كذا لون وخصوصا بسوريا في عندك كذا عنصر يجب توثيقه باليونسكو، مو بس القدود الحلبية. أنا وقت طلب بتوثيق القدود الحلبية والجهات المعنية لبت مشكورة طبعا كرمال هذا الإرث، أنه على الأقل نحافظ عليه، لأنه كتير سهل أنه يجي أي حدا ويأخذ لك تاريخك يسرقه ويبدل الاسم ويقول هذا إلنا. وبالتالي نحن حريصين على القدود وعلى غير القدود. أنت عندك بشمال سوريا بالساحل السوري، منطقة الوسطى، المنطقة الجنوبية، إرث ما بتتخيلي. عم نحكي على صعيد السمعي، ما بتتخيلي قديه نحن مطالبين بتوثيقه كهوية سورية. توثيق يعني الحفظ، ولنحافظ على هذا الإرث لازم نحافظ على المسؤولين عن الأوصياء عنه اللي هن المغنين مبدئيا، المغنين بإقامة الحفلات، بدعمهم، بتأكيد على هذا العنصر من خلال، وهذا الدور للمؤسسة العامة مو للخاصة، مو للمنتج الخاص، هذا دور للدولة برأيي، لأنه هذا عنصر مهم وغير ربحي. يعني نحن بدنا نعتمد أنه في شيء ليربح وفي شيء ليربحنا روحيا مو ماديا، لتربحي هاي البلد وتحافظي على ثقافتها وهويتها انت محتاجة لتخسري بمكان لحتى تقدري تعملي اوركسترا شرقية تدعميها كموسيقيين، وحتى اذا بدك نوثق هذا الارث. بتمنى انه كون انه عندنا موسيقى اوركسترا عربية، بتمنى انه نجيب كل هالارث هذا وهالمخزون ونوثقه كأوديو نسجله. يعني أنا بتخيل لليوم نحن بنحكي بالقدود وغير القدود، بس احنا ما لنا مسجلين شيء من هذا الحكي أبدا أبدا. خليني أعتبر أنه أنا عندي أوركسترا جاهزة، عندي مادة جاهزة، خلينا نجمعهم مع بعض ونقدمهم للمتلقي، لبيوم من الأيام نقول هويتنا السمعية موجودة ومحفوظة إن كان قدود أو غير قدود، أو حتى الدلعونة، أو حتى عم قلك ألوان كثيرة وكلها مختلفة وكلها غنية وكلها محتاجة لتوثيق ودعم. أستاذ طاهر، هلا قريبا في حفلة، شو رح يشوفوا الناس بالحفلة؟ شوي هيك الشغلات من اللي رح تتقدم. يعني رح أقول لك هالسكوب هات مشان لأنه ما له مفاجأة الحقيقة. أنا رح أقدم للناس الشيء اللي حبوه وترك عندهم بالذاكرة، وخصوصا إنه نحن بنرجع بالنوستالجي شوي لما قبل الحرب كانت بتخيل حياتها مختلفة وأفضل من هلا بكثير. وبالتالي العالم لما بتسمع هالغرام إيه بترجع لأيام هالغرام، لأنه كمان أنت بوقت من الأوقات الأغنية أو اللوحة الفنية بترجعك لذاكرة، ذاكرت المكان والزمان. فكثير من الناس رح يحبوا إن شاء الله الشيء اللي رح نقدمه، لأنه رح نقدم لهم معظم الإشارات اللي حبوها في الزمن الجميل إذا فينا نسميه. بالإضافة إذا بدنا نراهن على إنه حبوا كمان شيء جديد عن نقدمه، فرح نقدم شيء جديد نعرض من الموسم الأخير اللي هي مع وقف التنفيذ والعاصوف. تمام. أنت حضرتك قايل بلقاءات سابقة إنه أنت دائما تبحث عن السلام، وين؟ بس أنا كلياتنا أكيد، بس أنت يعني عم تقول إنه أنا ببحث إنه هذا الشيء يمكن اللي بيساعد الموسيقى اليوم. اليوم أستاذ طاهر لما بيدور على السلام وين بيلاقي بكل اللي نحن عايشين؟ بلاقي لما بكون عم سوق السيارة وحدا بيتحش علي وحدا فايت بالعكس الطريق وحدا نحرني من وراء، يعني نحن القصة كاملة متكاملة. يعني ما فيك السلام بدنا نكون كل الجملة ضابطة. برجع بقول لك اذا ما عم نحكي بشماعة الحرب، خلينا نقول شوي يعني نروق نحن هيك على انفسنا. نحن اصلا شعب ضايج وحامي،
هذا أبعد ما يمكن عن السلام، إن كان في قيادتك لسيارتك بالطريق أو إن كان في تعاملك مع كل بقى العناصر البشرية المحيطة المفروضة عليك. السلام اللي بجرب الواحد يدور عليه بيظل غيابه بالخارج المنزل، بيدور عليه داخل المنزل. طيب نحن دائما بنحكي معك بمواضيع فنيه وبننسى المدمره، انا بدي اوجه لها تحيه لانه هي قديش اثرها فيك كبير، حتى نحن كجمهور صرنا نحس بالفرق، حتى لما بتكون بحفله هي حضرانه بيكون طريقتك بتصير انت طريق لا الحياه هي اثرت عليك كشخص على الصعيد الشخصي يعني، اما على الصعيد المهني والفني نحن بتخيل متشارك يعني بالهيك بالاراء، وبنفس الوقت انا كمان يمكن اكون اثرت عليها بشيء بتكتبه لطالما بتعرفي انه أكيد هي كاتبه صحفيه، ان شاء الله ما اكون اثرت سلبا لانه هي اكيد اثرت ايجابا. بس مثل ما قلت لك نحن كون انه بنشتغل بحقلين مختلفين فبيضل انا التركيز شغلي لحال وشغله لحال. السلام اللي كنت عم جرب اني اقول لك اياه اللي هو حقيقه في ظل هذه الفوضى العارمه اللي تجتاح شارعنا، بتقولي انا بدي سكر الباب لحتى اعيش في هذا السلام على الاقل، وبندق الباب بيجي بيلحقنا المنغص يعني ما كثير مشكله، بس بتعب يعني. انت ما تنسي كمان عم بقول لك انه نحن ما بدنا نروح على شماعه الحرب، بس بالاخير حرب واقع يعني، نحن ارواحنا تعبت تعبت كثير اذا بدك، وما زالت عم تعاني كل يوم يعني. انا بقول ما عبنا، بالعكس بقول الحمد لله على كل شيء، نحن امورنا بخير وعايشين لسه وايدينا واطرافنا مكتمله، بس كمان انا بقدر احس انه في ناس فقدوا ايديهم وفقدوا بصرهم وفقدوا أولادهم، هدول كمان موجودين معنا، فهذا التعب هو تعب مو فردي، كمان تعب المجتمع كله تعب من الحرب. الخلاص نتمنى كلياتنا، ولكن على الصعيد الفردي أنا بتمنى أنه يكون عم نساعد بعض، نساعد بعض. إذا كنت أنا بقدر ساعدك أني ما أتعبك، إذا أنا كنت ما بقدر أني أقدم لك مساعدة على أقل ما أقدم لك عبء، وهذا يمكن شوي كمان نحن مقصرين فيه كلياتنا كأفراد. بدنا نشكرك كثير استاذ طاهر لوجودك معنا، لكل الافكار الغنيه دائما مو بس بالموسيقى كمان بالحديث معك، وبدي خلي الكاميرا لك انت تحكي للجمهور شيء. بدي اشكركم اول شيء، وهون هي كاميرتي. بدي اشكي على المحطه تبعكم. لا حقيقه مشكوره، عم تغطي كثير حتى نشاطاتنا الثقافيه محطه لنا. بتمنى كمان انه دائما نكون حريصين كون انه نحن نفتقر الى المحطات الخاصه، نحن بنعرف انه اي بلد بالمنطقه العربيه ما بدي اقول بالعالم عنده عشرات المحطات، خليني اقول نحن عندنا هالمحطتين الخاصين يمكن، وبالاضافه الى محطاتنا الوطنيه يعني التابعه لمؤسسه الدوله. فانا حريص انه تكون حقيقة انه كالإذاعات انه أول شيء يكون في عنا كثير تنوع، وحريص انه تستمر بالارتقاء يعني يكون في عنا، لأنه لما بنحب نحن بننقد يعني، مثل ما بيحبوا الشباب مثلا يحكوا على الثقافة وعلى الدراما وعلى الموسيقى، هي من محبة وغيرة، فمن غيرتنا على المحطة بنقول انه بتمنى على الإدارة وعلى كل شيء عاملين فيها انه دائما نقيم نحن شو عم نقدم، وبنفس الوقت إذا فينا شوي نرتقي في ظل صعوبات اللي أنا بعرفها إن كان على الصعيد التقني أو على الصعيد الفكري والعملي. نتشكر كثير وجودك معنا أستاذ طاهر، وبدنا نوجه تحية لكل اللي ذكرناهم اليوم أسماءهم، الصحفية والكاتبة مرح ماشي، المغنية ليندا بيطار، أستاذ مسنى الصباح، ديما أورشو حتى لو كان خارج سوريا، هيك بدنا نقول الكل اللي ذكرناهم اليوم. أنا إذا بدي أتشكر بدي أتشكر كل الناس اللي اشتغلت معهم كل حياتي، اللي اشتغلت معهم او اللي اشتغلوا معي، وهي اسماء كبيره جدا والقائمه تطول، وحقيقه كلهم قامات فنيه يعني، انا ما فيني بنسى ان كان من صفوان العابد البدايات او حتى مع المخرج اخر عمل الاستاذ سيف الدين سبيعي وليس حجه هو المرحوم حاتم علي لروحه الرحمه، يعني نحن
مثل ما قلت لك نحن فريق ما في ومن شو بالقصة، وبالتالي كل واحد من الفريق حقيقة مشكور على أنه قدم بيوم من الأيام، وما زلنا عم نشتغل ونعمل رغم الصعوبات ورغم الحرب. رجعنا على الشماعة. فأنا بوجه تحية لكل حتى كل عازف اليوم عم بيروح وبيقدم، بيعمل بروفا، بيحضر كذا بروفا على مستوى على أيام وأشهر أحيانا ليطلع هالساعة يقدمها للناس تجي وتسمع وتستمتع. بوجه لهم تحية، بوجه تحية لكل فنان قدران يكمل في ظل هذا الظرف الصعب. بدنا نوجه تحية للكل وناطرينك نحن بدار الأوبرا قريبا. أنا وتحية لكل اللي رافقونا اليوم بحلقتنا عبر LTV، وموعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل. تبقوا بألف خير. شكل حبه